السلام عليكم. في هذه المعادلة هذه بغينا نحل واحد المعادلة، ولكن فيها هي بمجهول واحد ومن الدرجة الأولى، ولكن فيها واحد البارامتر ام. يعني كثيرا ما كنصادفوا هذا النوع من هذا المثال، هذا النوع، يعني كثيرا ما كنصادفوا هذا النوع من الأسئلة وما كنعرفوش كيفاش نجاوبوا. دونك بغينا نحل المعادلة مع مناقشة قيم العدد الحقيقي أو البارامتر الحقيقي ام. دونك قبل ما نحلوا المعادلة نديروا الطريقة اللي كنا نديروا، الطريقة العادية هي نعزلوا المجاهيل في طرف والأعداد الأخرى في طرف آخر. دونك لدينا ام أس 2، دونك هذا هو البارامتر ام اكس زائد، غنجيب هاد اكس، هادي هاد الطرف هادي غتعطيني ناقص اكس يساوي 2، واحد غندي للجهة الأخرى يعطيني ناقص واحد. يعني ام اس 2 اكس ناقص اكس يساوي 2 ناقص 1 هي 1. يعني هنا عندي اكس اكس، حنا كنقلبوا على القيم ديال اكس، دونك خصنا نعملوا باش يكون عندنا اكس 1، غنعملوا بعدا اكس. يعني ام اكس عامل لي، لقينا هنا ام اس 2، هنا اكس. اوكي، اللي فاش كتقول ليه كنعمل هنا غير بقول ليه كيبقى ليا صفر، لا، حيت اكس راه هو اكس في واحد، يعني غيبقى لنا واحد يساوي واحد. دابا باش نحلو المعادلة خصنا نناقشو القيم ديال ام. شفنا مثلا هاد ام اس 2 ناقص واحد باش تساوي صفر، اشنو خص ام يكون كيساوي؟ يعني ام خصو يساوي، يعني اللي كنقولو ام اس 2 ناقص واحد يساوي صفر، يعني ان ام اس ام شحال غيساوي؟ اشنو هو العدد اللي غنقصو منه واحد؟ غيساوي صفر، ولكن نرفعوه اس 2. دونك الا غيقول لي واحد صحيح ام يساوي واحد، وكاين واحد الحل اخر اللي كنساو هو ناقص واحد، لان الا درنا ناقص واحد الكل اس 2 غتعطينا واحد، ناقص واحد يساوي صفر، يعني ام يساوي واحد او ام يساوي ناقص واحد. دونك جوج ديال الحلول، يعني ام يساوي ناقص واحد او ام يساوي واحد. نشوفوا هاد الحالة هادي، الا كان ام يساوي واحد او لا ام يساوي ناقص واحد. اذا كان ام يساوي واحد او ام يساوي ناقص واحد، فان المعادلة ستصبح، واش غيقول لي عندنا الا كان ام يساوي واحد، واحد أس 2 ناقص واحد هي صفر، غيولي عندنا صفر إكس يساوي واحد. نفس الشيء إذا كان أم كيساوي ناقص واحد، ناقص واحد أس 2 هي واحد، ناقص واحد هي صفر. دونك في جميع الحالات غتولي عندنا المعادلة صفر، حيت هذا غيعطينا صفر إكس يساوي واحد. إذا هنا شنو هما القيم اللي غادي ياخذو، شنو هما الحلول ديال المعادلة؟ يعني أو بالأحرى أشنو هو العدد اللي غنضربوه في صفر؟ غيعطينا واحد، واحد العدد حقيقي كنضربوه في صفر يساوي واحد. حنا كنعرفوا بان اي عدد كنضربوه في صفر يساوي صفر، مكاينش كيساوي واحد. اذا المعادله ليس لها حل، اذا المعادله ليس لها حل، اس يساوي، اذا كنرمزو لها بمجموعه فارغه، يعني هذه في حاله ان ام خدا القيم هذه اي واحد وناقص او لا ناقص واحد. في حالة ام ما كيساويش واحد وما كيساويش ناقص واحد، حتى واحد فيهم، يعني ما غاديش يساوي واحد وما غاديش يساوي ناقص واحد. الحالة الثانية الحالة الثانية ملي كيكون ام يخالف ناقص واحد و ام يخالف واحد، يعني ام ما غيساويش واحد وما غيساويش ناقص واحد، شنو غيولي عندنا؟ يعني ان المعادلة، فإن حل المعادلة هو هنا نرجعو لهنا، شنو غيساوي اكس؟ هنا عندنا ام اس 2 ناقص واحد، عندنا الضرب غنرجعو لهنا غيعطينا القسمة، دونك غيساوي واحد على ام اس 2 ناقص واحد. إذن اس يساوي واحد على ام اس 2 ناقص واحد.